جعفر. إذن هنا عملية لفتح فريق الزمالك، عملية خطيرة بواسطة اللاعب مصطفى جعفر، تمرير الكرة والدفاع يتدخل، كرة لا زالت خطيرة وهدف، أول هدف لفائدة فريق الزمالك المصري. اللاعب مصطفى جعفر يسجل أول هدف بعد مرور 5 دقائق. كانت عملية هجومية، مغالطة من الدفاع الذي حاول التدخل مرتين، لكن في نهاية المطاف اللاعب مصطفى جعفر يتمكن من مغالطة الحارس مصطفى الشاذلي. إذن أول عملية وأول هدف لفائدة فريق الزمالك المصري. كما نشاهد هنا الإعادة، سنطلب بطبيعة الحال من المخرج أن يعيد لنا هذه العملية التي أعطت أول هدف لفريق الزمالك المصري. النتيجة تتغير هنا بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بمدينة الرباط، والزمالك يتمكن من تحقيق أول هدف في المباراة، هدف له وزنه لأنه سيدفع بطبيعة الحال فريق الرجاء إلى محاولة البحث عن تعديل النتيجة، وسيعقد من مأمورية العناصر الرجوية. اللاعب مصطفى جعفر لم يكن في حالة تسلل، وبطبيعة الحال يتمكن الهجوم المصري من تكسير العملية، يمرر في اتجاه جينيور، الدفاع يتدخل، الكرة لازالت مصرية، وجعفر دائما في مكان المناسب لتسجيل أول هدف هنا بالمركب الرياضي. الرجاء 0 الزمالك هدف. وهذا الهدف يعني لم يؤثر على الجمهور القليل، على قلته، الذي يحضر لمشاهدة المباراة، الجمهور الوفي لفريق الرجاء الذي تحمل أعباء التنقل من مدينة الدار البيضاء إلى الرباط، وبالتالي يتمكن من إحراز الهدف الأول. هنا قذفة قوية من إدغار لوي تمر بعيدة عن الحارس، حارس